الآن السي ناهد الخلف مدير ثانوية تقنيات الحاسوب للإناث. طبعا تم تفعيل الثانوية حديثا، ونحن منقوم نحن والكادر التطوعي بتعليم الطالبات المواد العملية مثل صيانة الحواسيب، البرمجيات، تصميم مواقع ويب، الشبكات وغيرها من المواد العملية مثل مواد الإلكترون. طبعا نحن كثانوية فعلت حديثا بحاجة للوجستيات، بحاجة لدعم، بحاجة للوجستيات طبعا مثل اللابتوبات، مثل الانترنت، مثل الكهرباء، لحتى نقدر نوصل المعلومة الصحيحة لبناتنا. طبعا البنات اختاروا هالفرع لأني هالفرع هو يعني لغة العصر، البنات بيقدروا عن طريق الفرع يحققوا ذاتهم، بيقدروا يكونوا بأمان أكثر إلكترونيا. نحن مدرسات متطوعات في مدرسة الثانويات في مدرسة تقنيات الحاسوب. أنا مدرسة مادة الصيانة، بعطي مادة الصيانة كوحدة التغذية واللوحة الأم حتى البنات يقدروا يتعاملوا مع حاسوبهم الشخصي في المستقبل، ونسعى لمواكبة العصر التكنولوجيا الحديث. أنا طالبة في ثانوية تقنيات الحاسوب، فتحت من جديد، أخذت التاسع وسجلت فيها. كوني بحلم بهذا الفرع وفت كوني أنا طالبة حاسوب، صرت أحسن فوت على صيانة الحاسوب وفوت على البرامج المفيدة، وبعد ما أحصل على الشهادة الثانوية بحب أكمل حلمي، بحب أحقق حلمي وفوت هندسة معلوماتي.